في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس بالرباط تحت رئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني واستنادا إلى بلاغ لرئاسة الحكومة، تدرس المجلس في بداية أشغاله مشروع ظهير شريف يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها ونصوصه التطبيقية. بعد ذلك انتقل المجلس لدراسة قصد المصادقة مشروع قانون يقضي بتغيير القانون المتعلق بالصحافة والنشر، قبل أن ينتقل إلى دراسة اتفاق حول التعاون والمساعدة الإدارية في المجال الجمركي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية الموقع بالرباط في 11 أكتوبر 2017، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور. ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.